الدكتور عبد الرحمن بن فهد المقبل وهو مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية. مرحبا دكتور. الله يمسيكم بالخير ومساء الخير لضيفك ولقناة المجد وكافة منسوبيها، وأشكركم حقيقة على هذا التواصل. وبداية نقول احنا حقيقة بما أننا نستقبل اليوم الوطني، يا سلام، فنقول لخادم الحرمين الشريفين بسم الله مبتدأ الكلام وبالإسلام عزي واعتصامي، سلام للمليك ومرعونا، سلام يا عظام في المقام، بعهدك خادم الحرمين عشنا عهد العز يا نسل الكرام، قيادات صناعات تنمى وتعليم يسير إلى الأمام، الله أكبر يا وطننا، حماك الله يا أعلى مقام. لا فض فوك يا دكتور، حياكم الله. طيب دكتور فنان، تفضل. أنا باسمي وباسم أخواني وأخواتي منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنطقة الشرقية نرفع أسماء التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين والأسرة المالكة وللشعب السعودي والمقيمين على أرض السعودية بمناسبة قرب اليوم الوطني 89 همة حتى القمة. ونقول حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا وأمننا. آمين. ونسأل الله توفيق والسداد للجميع. أدام الله علينا الأمن والتنمية دكتور. طيب دكتور، نعم، خلينا ندخل معك في سؤال مهم جدا. دور القطاع الثالث في التنمية سيما أنه يعني أحد أهم مسارات رؤية المملكة. نعم، أنا حقيقة القطاع الثالث، القطاع غير ربحي، قطاع مهم جدا، وهو حرصت حقيقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 20 2030 حقيقة واضح. أننا في الصوت واضح عندكم؟ اي نعم واضح دكتور، نسمعك. اي نعم، فحقيقة ان احنا يعني في تحول كبير، وهو طبعا الانتقال من الرعوية للتنموية بالنسبة للقطاع الثالث، القطاع غير ربحي، لا سيما وان الجمعيات الاهلية الان يعني تنمو في وتتطور وتحدث برامجها بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وحرصنا حقيقة على يعني أنه يعني ندعم هذا القطاع ولينسجم مع كل المتغيرات، ولذلك احنا نحرص على أنه الحوكمة، حوكمة الأهداف وحوكمة البرامج، وبالتالي نجد كثير الحمد لله من جمعياتنا جمعيات متميزة. ولعل ضيفكم الليلة أخي الحبيب الأستاذ عبد الله الخالدي وهو من النماذج المتميزة اللي نفتخر أنه يكون في سدة مثل هذه الجمعيات. طبعا الجمعية الأهلية لرعاية الأيتام بناء من الجمعيات المتميزة عندنا، ونبارك لها هذا التميز الذي حصلت عليه في اليوم العالمي للعمل الخيري. ولا شك ان هذه الجمعيه حقيقه تميزها هو من تميز رئيس مجلس ادارتها صاحب السمو الملكي الامير التركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، هو امين المدير التنفيذي وفريق العمل مع في هذه الجمعيه المباركه. وبهذه المناسبه يعني حقيقه نرفع الشكر لمقام صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير المنطقه الشرقيه، رائد العمل والتنمية في المنطقة، وكذلك عضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمين المنطقة الشرقية، الذين لا يألون جهدا في دعم القطاع الثالث في المنطقة الشرقية وخارج المنطقة الشرقية. كذلك أنتم يا دكتور عبد الرحمن بن فهد المقبل تستحقون الشكر، أنتم في وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على هذه الجهود والدعم يعني الواضح يا دكتور. والله احنا 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 الحقيقه هذا واجبنا، وما نقوم به يعني نوجه لهذه للقطاع الثالث هو واجبنا حقيقه، ولكن ايضا يدعمنا ويساندنا حقيقه. لا ننسى الشكر
للإعلام بكل وسائله فعلا يعني تواجدهم معنا وينقلون الرسالة لهذا القطاع للمجتمع وللعالم الخارجي وما يتحظى به هذه الجمعيات. وهذا واجبنا يا دكتور عبد الرحمن، وهذا واجبنا. بالعكس نتشرف، ما هذا وجود الأخ عبد الله الليلة معكم إلا تأكيد على يعني التواصل والشراكة اللي بيننا وبين الإعلام السعودي اللي نسأل الله له التوفيق والسداد. شكرا جزيلا الدكتور عبد الرحمن بن فهد المقبل، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، على هذه المداخلة.